جولة جديدة في الهرم بلازا على الملابس الشتوية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا. الفيديو جولة في الهرم بلازا بمدينة الرياض على الملابس الشتوية. هنشوف عبايات وفساتين ولانجري وشال قطيفة، حاجات كتير جدا من الملابس النسائي. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. نبتدي كده الفيديو مع بعض. ده لانجري، في بقى اسعار 35 42 38، في قمصانهم طويله وفي قمصانهم قصيره. في بقى الروب اللي هو الشتوي ده، ده قميص نوم برضو قصير ب56. في بقى قمصان النوم الطويلة دي، دي عليها عروض خاصة جميلة. الجلابية اللي هي الستان دي، دي ب29، سعرها حلو قوي. في بقى اللي هي القمصان النوم الطويلة الستان دي برضو، في بقى على 36 42، تمانية وتلاتين. في منها على ستان وفي منها على حرير. حلو القميص المشجر ده، نشوف بقى. دي طرح شتوي صوف اللي عليها جده زي استراس باللولي، شكلها حلو قوي. فيها على فكره الخامه حلوه، وفي منها الوان كتير، في الاسود والاوف وايت والاسود اهو، شكله شياكه قوي. دي على 38، في الرمادي والبني، حلو الرمادي برضو، مشيتها تقيلة. في بقى الجواكت اللي هي الكاجوال دي، دي الموديلات الجديدة في الهرم بلازا. في فساتين، سويت شيرت فيه على 30 و35 و45، زي السويت شيرت اللي هو القطيفة ده، ده ب45. كل ده على 45. دي ب65 البلوزة دي. في بقى البناطيل الجينز دي وال شبابي، او في منها اطفال وفي منها شبابي، على 17. ده سويت شيرت، ده سعره 58 وفي ب42. في بقى الجلابيات الشتوية دي، الخامة بتاعت القماشة بتاعتها حلوة، يعني عارفين اللي هي زي المهير من جوه او قطيفة كده. دي ب39، في منها كذا لون. في بقى الجلابيات الشتوي دي، دي صوف على فكرة تقيلة، على 72. دي بيجامات او ترنجات بيتي قطيفة ب76. جميل اوي اللي عليها ميكي ماوس دي، بس الدفي، الدفي حلو اوي يعني، خصوصا في البرد اللي احنا فيه ده. البنطلون مشجر والتيشيرت القطع اللي فوق سادة. في بقى البيجامات القطيفة دي،
دي ب 86، في منها اللون الأحمر أهو. جميلة دي برضو، دي ب 76، 76 ريال سعودي. في منها لون الأحمر، في منها كذا لون أهي، دي كل ألوانها. في بقى الشال القطيفة ده شياكة قوي، هي قماشته صوف ومن قدام كده زي بالقطيفة، ده ب 98. الكمام بتاعته برضو عليها قطيفة، حلو برضو الزيتي ده. انا بحاول اقرب لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا خامة القماشة، خامته حلوة. جميل قوي الشال اللي هو لونه احمر ده، كرهات شكله شياكة قوي. القماشة بتاعته صوف برضو، ده ب 105، في منه الكحلي وفي منه كذا لون. ده بشرشيب من تحت كمان، اهو شايفين شكله، شكله حلو قوي. حلو الاورنج في ابيض ده، ده برضو ب 105. لا تشكيلة الشالات عندهم حلوة قوي. في بقى الشالات دي على 65، في كل الالوان منها، في البينك والاورنج والاحمر والاسود. حلو البيج برضو، الكحلي او الازرق، رمادي او الجري الفاتح، زيتي، كل دي الوانه على 65 ريال. جميل بالبنفسجي، كل دي الوانه حلوه قوي. دي فساتين، فساتين خروج او محجبات قطيفه طويله على 45، في ب 45 وفي ب 59. عاملين على فكره عروض حلوه على الفساتين الحريمي. في برضو الموديل ده، في بقى الفستان اللي هو النبيتي ده، ده صوف، ده ب 59. دي موديلات فساتين نسائي على 45. عندي اشكال الفساتين اهي، في برضو عندهم فساتين مناسبات وفساتين محجبات، ده ب 95. في بقى العبايات اللي هي الساتان دي، هتلاقوا بقى اسعار برضو متفاوتة، في ب 105، في ب 140، ب 162. العباية الساتان دي على 108، في بقى الفستان ده في منه على فكرة ألوان كتير، ده ب 156. ده فستان أو عباية استقبال البيت قطيفة، فيها الكمام من على الكتف كده، فيها زي خيوط كده بالذهبي، دي ب 125. في بقى الفستان ده، ده قطيفة،
ب 120، ب 105، ب 105. هي كل دي فساتين وعبايات للبيت. في بقى العباية الذهب دي عباية قطعتين، فيها زي ترتر كده، دي سعرها 195. هي تنفع مناسبات يعني كده. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في الهرم بلازا بمدينة الرياض على الملابس الشتوية النسائي. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.